1300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد هو سعر لحوم العجل المستوردة على مستوى نقاط البيع على الديوان الجهوي للحوم بوهران. هو جاي معلب مستورد من الهند ومذبوح على الطريقه على طريقه الشارع الاسلاميه، وهو متوفر عندنا بكميه لا باس بها في المخازن تاعنا. تاتي هذه العمليه في اطار تجديد سياسات الدوله الجزائريه وعلى راسها سياسات السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون والراميه الى الحفاظ على القدره الشرائيه للمواطن وتوفير المنتوجات الغذائيه ذات الاستهلاك الواسع. عمليات التسويق هذه لا تزال متواصله عبر نقاط البيع المحدده وبأسعار توافق القدرة الشرائية للمواطنين. أنا جاي من العباس، شت هنا القصبة هذه تاع قصبة تاع اللحم 1300 دينار ما شاء الله. ديت عليهم البارح الدار عجبهم، هو طري وفري ماهوش كونجلي، ماذا بينا يقعد حتى رمضان كيما هو باش كاع الناس تاكل. راني جيت هنا المحل تاع الدولة، أنا ديت 13 كيلو ب 130 ألف، والله يجعل إن شاء الله يدوم. والأسعار معقولة في متناول المواطنين، الأنواع كاع كاين، كل شيء متوفر وكاين إقبال المواطنين. تموين الأسواق الوطنية بآلاف الأطنان من اللحوم الحمراء المستوردة الطازجة وعلى مراحل وبأسعار تنافسية سيمكن لا محالة من إعادة الاستقرار في الأسعار وضمان وفرة هذه المادة للمواطن.